خمس يعرفن بخمس: الشجرة تعرف من ثمارها، والمرأة عند افتقار زوجها، والصديق عند الشدة، والمؤمن عند الابتلاء، والكريم عند الحاجة. وخمس يرفعن خمسا: التواضع يرفع العلماء، والمال يرفع اللئام، والصمت يرفع الزلل، والحياء يرفع الخلق، والهزل يرفع الكلفة. وخمس يطمسن خمسا: الزور يطمس الحق، والمال يطمس العيوب، والتقوى تطمس هوى النفس، والمن يطمس الصدقة، والحاجة تطمس المبادئ. وخمس يؤدين إلى خمس: العين تؤدي إلى الزنا، والطمع يؤدي إلى الندم، والقناعة تؤدي إلى الرضا، وكثرة السفر تؤدي إلى المعرفة، والجدل يؤدي إلى الخصام. وخمس يأتين بخمس: الاستغفار يأتي بالرزق، وغض البصر يأتي بالفراسة، والحياء يأتي بالخير، ولين الكلام يأتي بالمسألة، والغضب يأتي بالندم. وخمس قربهن سعادة: الابن البار، والزوجة الصالحة، والصديق الوفي، والجار المؤمن، والعالم الفقيه. وخمس يكبرن بخمس: النار بالهشيم، والشك بسوء الظن، والجفاء بعدم الإحسان، والخصام بعدم الصفح، والقطيعة بعدم السؤال. وخمس يطبن بخمس: الصحة برغد العيش، والسفر بحسن الصحبة، والجمال بحسن الخلق، والنوم براحة البال، والليل بذكر الله. على قدر الهدف يكون الانطلاق. ففي طلب الرزق قال تعالى: فامشوا. وللصلاة قال: فاسعوا. وللجنة قال: وسارعوا. وأما إليه فقال: ففروا إلى الله. حكمة اليوم تقول: خمس يعرفن بخمس: الشجرة تعرف من ثمارها، والمرأة عند افتقار زوجها، والصديق عند الشدة، والمؤمن عند الابتلاء، والكريم عند الحاجة. وخمس يرفعن خمسا: التواضع يرفع العلماء، والمال يرفع اللئام، والصمت يرفع الزلل، والحياء يرفع الخلق، والهزل يرفع الكلفة. وخمس يطمسن خمسا: الزور يطمس الحق، والمال يطمس العيوب، والتقوى تطمس هوى النفس، والمن يطمس الصدقة، والحاجة تطمس المبادئ. وخمس يؤدين إلى خمس: العين تؤدي إلى الزنا، والطمع يؤدي إلى الندم، والقناعة تؤدي إلى الرضا، وكثرة السفر تؤدي إلى المعرفة، والجدل يؤدي إلى الخصام. وخمس يأتين بخمس: الاستغفار يأتي بالرزق، وغض البصر يأتي بالفراسة، والحياء يأتي بالخير، ولين الكلام يأتي بالمسألة، والغضب يأتي بالندم. وخمس قربهن سعادة: الابن البار، والزوجة الصالحة، والصديق الوفي، والجار المؤمن، والعالم الفقيه. وخمس يكبرن بخمس: النار بالهشيم، والشك بسوء الظن، والجفاء بعدم الإحسان، والخصام بعدم الصفح، والقطيعة بعدم السؤال. وخمس يطبن بخمس: الصحة برغد العيش، والسفر بحسن الصحبة، والجمال بحسن الخلق، والنوم براحة البال، والليل بذكر الله. على قدر الهدف يكون الانطلاق. ففي طلب الرزق قال تعالى: فامشوا. وللصلاة قال: فاسعوا. وللجنة قال: وسارعوا. وأما إليه فقال: ففروا إلى الله. خمس يعرفن بخمس: الشجرة تعرف من ثمارها، والمرأة عند افتقار زوجها، والصديق عند الشدة، والمؤمن عند الابتلاء، والكريم عند الحاجة. وخمس يرفعن خمسا: التواضع يرفع العلماء، والمال يرفع اللئام، والصمت يرفع الزلل، والحياء يرفع الخلق، والهزل يرفع الكلفة. وخمس يطمسن خمسا: الزور يطمس الحق، والمال يطمس العيوب، والتقوى تطمس هوى النفس، والمن يطمس الصدقة، والحاجة تطمس المبادئ. وخمس يؤدين إلى خمس: العين تؤدي إلى الزنا، والطمع يؤدي إلى الندم، والقناعة تؤدي إلى الرضا،
وكثرة السفر تؤدي إلى المعرفة، والجدل يؤدي إلى الخصام. وخمس يأتين بحمس: الاستغفار يأتي بالرزق، وغض البصر يأتي بالفراسة، والحياء يأتي بالخير، ولين الكلام يأتي بالمسألة، والغضب يأتي بالندم. وخمس قربهن سعادة: الابن البار، والزوجة الصالحة، والصديق الوفي، والجار المؤمن، والعالم الفقيه. وخمس يكبرن بخمس: النار بالهشيم، والشك بسوء الظن، والجفاء بعدم الإحسان، والخصام بعدم الصفح، والقطيعة بعدم السؤال. وخمس يطبن بخمس: الصحة برغد العيش، والسفر بحسن الصحبة، والجمال بحسن الخلق، والنوم براحة البال، والليل بذكر الله. على قدر الهدف يكون الانطلاق. ففي طلب الرزق قال تعالى: فامشوا. وللصلاة قال: فاسعوا. وللجنة قال: وسارعوا. وأما إليه فقال: ففروا إلى الله. خمس يعرفن بخمس: الشجرة تعرف من ثمارها، والمرأة عند افتقار زوجها، والصديق عند الشدة، والمؤمن عند الابتلاء، والكريم عند الحاجة. وخمس يرفعن خمسا: التواضع يرفع العلماء، والمال يرفع اللئام، والصمت يرفع الزلل، والحياء يرفع الخلق، والهزل يرفع الكلفة. وخمس يطمسن خمسا: الزور يطمس الحق، والمال يطمس العيوب، والتقوى تطمس هوى النفس، والمن يطمس الصدقة، والحاجة تطمس المبادئ. وخمس يؤدين إلى خمس: العين تؤدي إلى الزنا، والطمع يؤدي إلى الندم، والقناعة تؤدي إلى الرضا، وكثرة السفر تؤدي إلى المعرفة، والجدل يؤدي إلى الخصام. وخمس يأتين بخمس: الاستغفار يأتي بالرزق، وغض البصر يأتي بالفراسة، والحياء يأتي بالخير، ولين الكلام يأتي بالمسألة، والغضب يأتي بالندم. وخمس قربهن سعادة: الابن البار، والزوجة الصالحة، والصديق الوفي، والجار المؤمن، والعالم الفقيه. وخمس يكبرن بخمس: النار بالهشيم، والشك بسوء الظن، والجفاء بعدم الإحسان، والخصام بعدم الصفح، والقطيعة بعدم السؤال. وخمس يطبن بخمس: الصحة برغد العيش، والسفر بحسن الصحبة، والجمال بحسن الخلق، والنوم براحة البال، والليل بذكر الله. على قدر الهدف يكون الانطلاق. ففي طلب الرزق قال تعالى: فامشوا. وللصلاة قال: فاسعوا. وللجنة قال: وسارعوا. وأما إليه فقال: ففروا إلى الله. خمس يعرفن بخمس: الشجرة تعرف من ثمارها، والمرأة عند افتقار زوجها، والصديق عند الشدة، والمؤمن عند الابتلاء، والكريم عند الحاجة. وخمس يرفعن خمسا: التواضع يرفع العلماء، والمال يرفع اللئام، والصمت يرفع الزلل، والحياء يرفع الخلق، والهزل يرفع الكلفة. وخمس يطمسن خمسا: الزور يطمس الحق، والمال يطمس العيوب، والتقوى تطمس هوى النفس، والمن يطمس الصدقة، والحاجة تطمس المبادئ. وخمس يؤدين إلى خمس: العين تؤدي إلى الزنا، والطمع يؤدي إلى الندم، والقناعة تؤدي إلى الرضا، وكثرة السفر تؤدي إلى المعرفة، والجدل يؤدي إلى الخصام. وخمس يأتين بخمس: الاستغفار يأتي بالرزق، وغض البصر يأتي بالفراسة، والحياء يأتي بالخير، ولين الكلام يأتي بالمسألة، والغضب يأتي بالندم. وخمس قربهن سعادة: الابن البار، والزوجة الصالحة، والصديق الوفي، والجار المؤمن، والعالم الفقيه. وخمس يكبرن بخمس: النار بالهشيم، والشك بسوء الظن، والجفاء بعدم الإحسان، والخصام بعدم الصفح، والقطيعة بعدم السؤال. وخمس يطبن بخمس: الصحة برغد العيش،
والسفر بحسن الصحبة، والجمال بحسن الخلق، والنوم براحة البال، والليل بذكر الله. على قدر الهدف يكون الانطلاق. ففي طلب الرزق قال تعالى: فامشوا. وللصلاة قال: فاسعوا. وللجنة قال: وسارعوا. وأما إليه فقال: ففروا إلى الله.